وتنضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، اطلعينا على تفاصيل أكثر حول جلسات المحور المجتمعي اليوم. بعد التحية، بالفعل نتابع معكم في هذه التغطية المستمرة فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الخامس من الحوار الوطني وجلساته المختلفة. اليوم كما ذكرت هو يوم مخصص للمحور المجتمعي بلجانه المختلفة، ولكن تقرر أيضا في إطار عمل الحوار الوطني أن تعقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وهو مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مما يعطي ويؤكد على ثقل وجدية الحوار الوطني وأيضا يبرز أهمية هذا المشروع. هذه الجلسة هي جلسة ممتدة لجلسة سابقة، والهدف منها هو إشراك عدد أكبر من الخبراء والمتخصصين والمؤسسات العلمية إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بهدف الوصول لشكل نهائي للقانون يتم إحالته للحكومة مرة أخرى قبل إيصاله لمجلس النواب وإصدار القانون وتأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بشكل نهائي. إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن مشروع القانون، فهو الهدف منه كما ذكرت إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب يتبع رئيس الجمهورية، وهدفه توحيد سياسات التعليم والتدريب بكل أنواعه ومراحله وتحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل سواء كان المحلي أو الدولي. أيضا الهدف العمل على النهوض بالبحث العلمي، كما يقوم المجلس أيضا بإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب ووضع آليات تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة. كان هناك تأكيد كبير من الحاضرين والمشاركين على أهمية هذا المجلس، وكانت الأحاديث تدور حول دور المجلس وأيضا يعني ما كيف سيتم وضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، الجزء الخاص بربط التعليم بسوق العمل وأيضا الاهتمام بالتعليم الفني. كانت كل هذه المناقشات تدور خلال الجلسات التي عقدت على مدار اليوم في هذه الجلسة الاستثنائية. أيضا بشكل متوازي عقدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعية جلسة عن مشكلات ما بعد الطلاق، ما يتعلق بالطاعة والنفقة والكد والسعية. كان الحقيقة المناقشات بتدور حول أهمية يعني هذه القضية باعتبارها قضية محورية مجتمعية تؤثر ويتأثر بها عدد كبير من المواطنين. كان الحديث بيدور على أهمية تقديم الوعي والتوعية بفكرة الزواج وزواج في السن الصغير، وأيضا أهمية تقديم كل الدعم النفسي للمتزوجين وإجراء كشوفات قبل الزواج سواء كانت نفسية أو حتى صحية. كان أيضا الحديث بيدور على فكرة النفقة وكيف يمكن إذا تعثر الرجل في تقديم النفقة. كان هناك اقتراحات أن يتم تقديم له قرض بفائدة قليلة يستطيع أن يلتزم فيها بتقديم النفقة. أيضا الحديث عن اقتصام الثروة في حالة أنه كان الزوجة لها دور في بناء الثروة مع الرجل، وأن يكون كل هذه النقاط في شكل عقد يستطيع أن يعلم به الطرفين قبل أن يخوضوا فكرة الزواج. كل هذه المناقشات دارت على مدار اليوم، وهي نقاشات ممتدة وستمتد خلال الأسابيع المقبلة بهدف الوصول لتوصيات أو مشاريع قوانين قابلة للتنفيذ، وهو الهدف الرئيسي من الحوار الوطني. أعود إليكم مرة أخرى. نعم. في الاستوديو. أشكرك جزيلا جرمين إبراهيم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطنية.